لوحة المفاتيح ديت موجود فيها 8 خطوط، 8 خطوط كل مفتاح اوتوماتيك ماسك مكان. عندنا دوت مفتاح اشاره، او ده مفتاح ار سي ليجش، او مفتاح حساس، او مفتاح امان، بحيث ان لو في اي حاجه بيقفل معانا. اول حاجه عندنا الصاله بالشكل ده، موجود عندنا الشاشه، موجود عندنا الديكور بتاعنا بالشكل ده. الديكور الدائري اللي بره دوت معمول على مفتاحين، وبيت النور على مفتاح، وعندنا المربعات او الدائره وحرف ال ده على مفتاح، وعندنا بيت النور اللي جوه الدائره ده على مفتاح. عندنا الشاشه ديت على مفتاح، طبعا بسبب ان احنا لاغين الشاشه مش هنعملها، فعندنا المكان ده زي ما احنا شايفين كده. ديت المفاتيح بتاعتنا، مفاتيح الاضاءة بالشكل ده. ده كده اول مفتاح اللي هو بتاع الاسبوتات الكبيرة، وده بتاع الاسبوتات الصغيرة اللي هي على الجناب، وده مفتاح الاسبوتات اللي هي في الحرف ال والمربعات. وعندنا اخر مفتاحين اللي هم دول، المفتاح ده بتاع لمبة برة، والمفتاحين دول بتوع بيت النور. أو المفتاح ده اللي هو بتاع بيت النور اللي بره، وده بتاع بيت النور اللي هو في الدايرة اللي جوه. طبعا بيت النور اللي موجود عندنا دوت 14 حركة أو 7 لون، ده الريموت بتاعه، بنقدر نغير أي لون زي ما احنا عايزين. وطبعا عندنا ديت الإشارة بتاعته بالشكل ده، بنقدر نغير أي لون احنا عايزينه، أزرق، أحمر، موف، أخضر، اللون اللي انت عايزه موجود فيه. ازاي تخليه بقى يشتغل لوحده بالشكل ده؟ الزرار ده كده بيخليه يشتغل لوحده او بيقلب الوان لوحده. عندنا الزرار التاني ده بيقلب بس بطيء شويه، ما يدخلش الالوان مع بعضها. عندنا الزرار التالت ده بيخليه يقلب بطيء اكتر، واخر واحد ده بيدخل الالوان مع بعضها بالشكل ده. وعندنا بيت النور اللي جوه برضه بيكون بنفس النظام، نفس النظام كده، عايزين نخليه يشتغل. طب عشان نثبتهم كلهم على لون واحد، بنثبت مثلا ده كده على الاحمر، ونثبت ده كده على الاحمر، كده الاثنين بقوا معانا لون واحد. ديت كده تفاصيل الصاله بتاعتنا، عاملين فيها 2 باريزه، وعاملين هنا باريزه كمان. زي ما قلنا ده حساب الشاشه واتلغى طبعا لان زوم مش عايز اركبه. عندنا لوحه المفاتيح، لوحة المفاتيح ديت موجود فيها 8 خطوط، 8 خطوط كل مفتاح اوتوماتيك ماسك مكان. عندنا دوت مفتاح اشارة، او ده مفتاح ار سي ليجش، او مفتاح حساس، او مفتاح امان، بحيث ان لو في اي حاجة بيقفل معانا. ولو عايزين تشوفوا طريقة تبوير اللوحة ديت هخليها لكم تظهر في علامة الاي. ندخل على الغرفة اللي بعدها، ديت الغرفة بتاعتنا، وطبعا لو فاكرين كنا عاملين جبسون بورد فيها فاتلغى، فاحنا شلناه من المكان بتاعه ورجعناه بالشكل ده. وكنا عاملين مفتاحين، كنا عاملين علبتين هنا عشان مفاتيح الجبسون بورد، بس طبعا الجبسون بورد اتلغى، فبقى عاملين العلبتين دول فيهم مفتاحين ومفتاح. عندنا كشافين بالشكل ده، وعندنا النقطة اللي في النص ديت هنسيبها علشان المروحة. عاملين حساب باريزة في الجنب ده بالشكل ده، وبريزة في الجنب ده التاني. الشقة ديت 4 غرف وصالة وحمام ومطبخ. طبعا الصوت بيدو عشان مفيش أي حاجة في الأوضة. ديت الغرفة التانية معانا، فيها نفس الكلام، كنا عاملين جبسون بورد ولغيناه، عاملين فيها كشافين بالشكل ده. الكشافات ديت ليد، عاملين حساب ديت كانت غرفة نوم. ده كده المفروض هنا كومودينو، والمفروض هنا كومودينو، والمفروض السرير في النص، بس طبعا هو لغى وكنا عاملين حساب دفاتير، فبسبب اللي لغينا الدفاتير فعملنا علبه فيها 3 سدادات وعملنا باريزه واحده.
في المكان هنا كمان برضو ده عندنا مفتاح تكييف فلغاه، فاحنا ساحبين السلك بتاعه كل حاجه جواه، بس سايبين السلك جوه فنيه بتاع الشاسيه وثلاث سدادات. عندنا دول المفاتيح والبرايز بتاعتنا. نيجي عندنا السفره، عندنا هنا في الارج ده في ثلاث سبوتات، الثلاث سبوتات دول شبايه بالشكل ده، الاضاءه بتاعتهم قويه جدا. عندنا ديت السفره، السفره ديت عاملين لها لمبتين قاعدتين ليزر بالشكل ده وحاطين فيها لمبتين، وديت عندنا اللي هي الترعه، وده كده المطبخ بتاعنا عاملين كشاف ليد بالشكل ده. ديت البرايز بتاعتنا، المفروض كنا عاملين حساب مفتاح غساله هنا وهنا بريزه بتاعت غساله، بس هو قال مش راكب غساله فعملنا حساب مفتاح عادي وبريزه بحيث لو حاب يستخدمها. البريزه ديت من الكويت بحيث ان لو فيها اي حاجه متلت عندك. عاملين كنا حساب هنا الفلتر، وكان يبقى فيه مفتاح الفلتر، ولو فيه فلتر سبع مراحل كان هيبقى في العلبه اللي تحت ديت بس اتلغى، فعاملين حساب برده كل حاجه. هنا هيكون موجود بوتاجاز عاملين بريزه، وفي كده موجود مفتاحين، المفتاح ده واحد للبريزه اللي تحت واحد للبريزه بتاعت الشفاط، وعاملين بريزه في الناحيه دي كمان. نيجي هنا كده ده مفتاح الحمام، الحمام مركبينه ظبط، مركبين بريزه للشفاط ومنور بريزه للسخان، وكان هنا في لمبه مرايه بس ملغيه حاليا، وهنا موجود المفتاحين دول واحد للمرايه واحد بريزه الشفاط، وعندنا البريزه ديت بحيث لو حد يستخدمها في الحمام او حاجه. عندنا الغرفه ديت الثانيه مركبين برضو فيها اتنين سبوت ليد بالشكل ده، عندنا المفتاح ده مفتاح البلكونه والبريزه اللي جنبه، وعندنا دول المفاتيح الاضاءه بتاعتنا، ثلاث مفاتيح بحيث ان موجود عندنا ثلاث نقط بالشكل ده، وديت بريزه ثانيه موجود عندنا. نيجي لاخر غرفه نور الاضاءه بتاعتنا بالشكل ده، برضو عاملين حساب كشافين او نقطتين، وعندنا النقطه الثالثه اللي في النص ديت بحيث ان تبقى مراوحه او حاجه. مفاتيح الاضاءه بتاعتنا بالشكل ده، دي كده مفاتيح الاضاءه، وعندنا كان موجود حساب بريز التكييف ومفتاح تكييف هنا بس عملناه بريزه لان لغى التكييف، وموجود عندنا حساب لمبه البلكونه وبريزه عاديه. وديت كده تفاصيل الشقة كاملة، لو عايزين تشوفوها برضو في التأسيس هخليها لك تظهر في علامة الاي، ممكن تقدروا تشوفوها من خلال علامة الاي. وانتظرونا ان شاء الله هيكون في فيديوهات جامدة جدا الفترة الجاية، يكون تأسيس وتشطيب وهيكون في حاجات على ميزان الليزر وكل حاجة ان شاء الله. وده كان الفيديو بتاع النهاردة، رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بالاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولو في أي سؤال أو في أي استفسار ممكن تواصل معنا على صفحتنا على الفيسبوك أو ممكن تواصل معنا من خلال التعليقات تحت. سلام.